important points in this course. Blood donation مهم جدا في الكورس بتاعنا، تبرع بالدم. طيب قبل التبرع لازم ندرس donor selection، يعني ازاي نختار متبرع، donor deferral ونرفض اخر غير لائق ان هو يتبرع، وعملية blood grouping فصائل الدم، وblood screening فحص الدم للتأكد من خيوم الأمراض، وblood components ازاي الدم نقدر ان احنا نفصله الى مكونات. post donation بعد التبرع نركز على complications، المضاعفات اللي ممكن تحصل بعد التبرع بالدم سواء للمتبرع او للي هيستقبل الدم، و to prevent this complication if it happens يبقى management نتعامل مع complications بحيث ان احنا نخفف من الاخطار.